أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: إذا أمرنا أن نفر من المجنون، هل الأمر وارد على أن نفر من أولئك الذين يشك أنهم مصابون بالإيد أو بالهربد أو ما أشبه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كل من هو مصاب أو مظنت الإصابة بمرض معد فإنه يجب الحذر منه وعدم مخالطته، لأن هذا من الوقاية ومن اتخاذ الأسباب. نعم.